مشاهدينا الكرام، تلاميذ الصف السادس الابتدائي في كل مكان في مصر، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده ومتميزه جدا من برنامجكم مدرسه على الهوا. طبعا الفصل الدراسي الثاني خلاص هو بيخلص، وبنحاول دلوقتي ان احنا نخلص المنهج بتاعنا. فاضل لنا درسين ان شاء الله. درس النهارده درس شيق جدا اللي كلنا بنحب ان احنا نقرا الدرس ده ونذاكره، هو بيتكلم عن حرب اكتوبر المجيده، وكمان فاضل لنا درس كمان اسمه ثورتها 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013. ده ان شاء الله تكون الحلقه الجايه. بعد ذلك بإذن الله هنبدأ فترة المراجعات، وركز كويس جدا فيها، لأن بنسبة كبيرة جدا جدا احنا بنجيب طبعا الأسئلة بتاعة الكتاب المدرسة، وبنبدأ نحل هذه الأسئلة، ودايما دايما الامتحان أسئلته بتيجي من كتاب الوزارة. طلابنا شطار، هنبدأ دلوقتي حرب أكتوبر 1973، هذه الحرب المجيدة، الحرب التي تكلم عنها العالم كله. تكلموا عن حاجات كتير جدا جدا، عن شخصية المواطن المصري وشخصية الجندي المصري وعزيمة المصريين لما يحبوا يرجعوا حاجة اتخذت منهم، هنتكلم عنها دلوقتي. وعايزين نعرف بقى الدرس اللي فات كان بيتكلم عن يعني ثلاث حاجات مختلفة. ثورة 23 يوليو 1952 اتكلمنا عنها وعرفنا الأسباب والمبادئ والإنجازات والحاجات دي كلها، وعرفنا ان في ثلاث دول عندنا عملوا حاجة اسمها العدوان الثلاثي على مصر. تعالوا نفتكرهم مع بعض كده عشان نبدأ في درس النهاردة. عندنا انجلترا، وعندنا فرنسا، وعندنا اسرائيل. التلاتة دول عملوا حاجة اسمها عدوان ثلاثي، وده كان سنة 1956. تلات دول دول قرروا ان هم ييجوا عندنا بلدنا، وان هم حاولوا ان هم طبعا يحتلوا سيناء ويدخلوا قناة السويس. انجلترا وفرنسا فعلا اوريدي دخلوا قناة السويس، ولكن فشل العدوان الثلاثي، وده كان له اسباب كتير جدا لفشل العدوان الثلاثي، من اهمها طبعا ان العرب وقفوا جنبنا في العدوان ده ساعدونا، والاتحاد السوفيتي كمان هدد هذا العدوان وقال لهم لو ما خرجتوش من هنا من المكان ده هبدأ ان انا اتصادم معاكم، ان انا اضربكم او ان انا ادافع عن المكان ده. وكمان عندنا قوة الشعب المصري ووقوفه مع القوات المسلحة في هذا المكان. طيب بعد ما فشل العدوان الثلاثي سنة 1956، احنا عندنا خلي بالك اسرائيل هي عايزة تحتل البلد دي باي طريقة. هم عندهم مخطط استعماري صهيوني، هم عايزين يحتلوا البلد، وبيحتلوا مصر بالذات وجزء كبير من سيناء، هنعرف عنها دلوقتي النهارده، وهنشوف قد ايه هم الاماكن اللي هم احتلوها المساحه قد ايه، مساحه كبيره جدا جدا. اسرائيل بعد ما فشلت في احتلال مصر في العدوان الثلاثي سنه 1956 لسه في دماغها ان هي تحتل البلد دي، وبالتالي بدات تجهز نفسها وتعمل حركة مفاجئة بالطيارات الإسرائيلية، ودخلت سينا وضربت المطارات المصرية اللي موجودة، وده احنا عندنا في التاريخ بنسميه العدوان الإسرائيلي سنة 1967. في الوقت ده مصر كانت دورها قوي جدا بتقوم بمناصرة بعض حركات التحرر في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا. وفي الوقت ده كان خلي بالك بقى اسرائيل بتحاول ان هي تخطط بشكل قوي جدا عشان تقضي على زعامة مصر للعالم العربي. طيب انا عايز اقول لك على معلومة، خلي بالك لما تبص تلاقي ان مصر هنا في الوقت ده كان دورها قوي جدا، خاصة بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952. طب ايه اللي حصل؟ مصر هنا دولة قوية، مصر هنا وقفت جنب دول كتير قوي عشان يحصلوا على الحرية، ومنهم طبعا الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ودول كتير قوي في قارة اسيا وفي قارة افريقيا هي وقفت معهم. اسرائيل كانت شايفة بعينيها ان دور مصر قوي جدا في المنطقة وهي زعيمة العالم العربي، فقالت لا، انا عشان اقدر ان انا احتل البلاد اللي موجودة دي كلها لازم اقضي على زعامة مصر للعالم العربي. وده اللي حصل امتى؟ 1967، ودي في التاريخ المصري بنقول عليها نكسة 1967، لان فعلا اسرائيل قامت بضرب المطارات المصرية، وقامت باحتلال سيناء، احتلت سيناء كلها، وعملت حاجات كتير قوي كتحصينات هنتكلم عنها في درسنا النهاردة.
طبعا دي صورة تعالوا نتفرج عليها ونشوفها. دي صورة يعني باينة قوي وموضحة قوي لتغلغل القوات الإسرائيلية في أرض سيناء الحبيبة. أرض سيناء كلها كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي في نكسة 1967. العدوان الإسرائيلي هنا خلي بالك هو هيمشي بمزاجه؟ لا، ده في ناس هم الراعي الرسمي للعدوان الإسرائيلي. مين هم الراعي الرسمي؟ مين اللي دعمت العدوان الإسرائيلي ده؟ الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت نتيجة التدعيم ده أن دخلت إسرائيل إلى أرض سيناء، وقامت إسرائيل بهزيمة مصر واحتلت أرض سيناء كلها. شبه جزيرة سيناء طلابنا الشطار اللي هي 6% أفكركم بيها، اللي هي بتقع من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب البحر الأحمر، الشرق والغرب خليج العقبة، وطبعا في الشرق خليج العقبة وحدودنا مع فلسطين، وفي الغرب خليج السويس وقناة السويس. المنطقة دي كلها بقت تحت سيطرة إسرائيل. طيب هنا بقى إسرائيل بدأ نفوذها يزيد، وبعد ما قامت باحتلال هذه الأراضي المصرية وأصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، هي لم تكتفي بذلك، لأ، ده نفوذ إسرائيل بدأ يزيد ويعلى ويكبر، مفيش حد قادر يقف قصادها. خلي بالك احنا هنقف قصادها بس كمان شوية. طب تيجي نشوف مع بعض طلابنا الشطار الأراضي التي تم احتلالها من إسرائيل هنا في أو بعد هزيمة 5 يونيو 67. زي ما انتم شايفين على الشاشة، رقم واحد شبه جزيرة سيناء كلها 6% المساحة، 6% من مساحة مصر خلي بالك تحت سيطرة مين؟ تحت سيطرة طبعا إسرائيل. الضفة الشرقية لقناة السويس وهنتكلم عنها دلوقتي، هضبة الجولان السورية، وركز في كلمة السورية، سورية جاية من كلمة سوريا هنتكلم عنها دلوقتي، الضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس الشرقية. نشوفهم مع بعض تاني، شبه جزيرة سيناء، الضفة الشرقية لقناة السويس في مصر، هضبة الجولان السورية، الضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس الشرقية. طبعا دي صورة بتبين لك اللون الأحمر أو اللون اللي هو البينك ده، بتبين لك دي الأراضي اللي إسرائيل احتلتها بعد هزيمتنا في 67. خدت بالك إن اللون ده كله اللي هو اللون البينك ده كله اللي عندنا في سيناء، كل ده كان تحت سيطرة إسرائيل. أصبحت سيناء في الوقت ده خارج حكم أو حكم المصري أو خارج سيطرة المصريين. ادخل على فلسطين، الجزء ده كله أيضا كان تحت سيطرة إسرائيل، وهضبة الجولان السورية اللي فوق اللي هنتكلم عنها كمان شوية، والضفة الغربية لنهر الأردن. إذن دي كلها كانت تحت سيطرة طبعا إسرائيل في هذا الوقت. بس عايز أقولك على حاجة وركز كويس جدا في النقطة دي، الهزيمة دي بعد ما تم احتلال سيناء من إسرائيل، هل إسرائيل هنا خلاص هي بدأت تتوغل في سيناء؟ تمام. هل المصريين والجنود المصريين هل هيرضوا بده؟ هل المصري هيرضى ان حاجة تتاخد منه؟ ارض من عندنا، ارض الفيروز، ارض من عندنا تتاخد عنوة وبالشكل ده؟ طبعا ده مش هيحصل. لكن الفترة من 1967 ل 1973 كانت كلها فترة استعدادات. بدأ القوات المسلحة عندنا تقوي نفسها، نشتري أسلحة، نعمل خطط عشان نقدر ان احنا نرجع الارض بتاعتنا دي مرة تانية. تعال نبص مع بعض كده على الشاشة، وبيبين هنا بيقول ان مصر هنا فعلا لم تستسلم، ولكن ازداد ابناؤها عزيمة واصرار. الهزيمة اللي حصلت دي بدأوا يستفيدوا منها، وقامت بإعادة تنظيم وتسليح وتدريب القوات المسلحة، وكل ده كان في سرية تامة عشان نقدر ان احنا نرجع ارضنا مرة تانية. خلي بالك مش هنقدر نفرط في شبر واحد من ارضنا اللي اتخذت في ارض سيناء،
في 67 رجعت كلها كاملة بعد حرب أكتوبر اللي هو عنوان درسنا النهاردة. ولكن طبعا العدوان الإسرائيلي كان لازم نتكلم عنه في 67 قبل ما نبدأ في درسنا النهاردة. بس خلي بالك من 67، وأقصد كلمة 67 1967 اللي هي نكسة 1967، هزيمة المصريين في حرب 67 اللي هي كانت جاية مفاجأة. وقبل ما تبدأ حرب أكتوبر سنة 1973، في الفترة دي كان في حرب اسمها الاستنزاف. الاستنزاف اللي هي استنزاف طاقات العدو، اللي هو اضرب في أماكن معينة وابدأ ان انت اعرف الجيش اللي قدامك ده او العدو اللي قدامك ده مناطق الضعف بتاعته وتضرب وتمشي. حاجات كده حصلت، ومنها خلي بالك ظهر بطل عظيم اسمه عبد المنعم رياض. بس خلي بالك في حرب الاستنزاف استطاع الجنود المصريين استطاعوا ان هم يلقنوا الاسرائيليين درسا قويا، ودي كانت بداية لحرب اكتوبر 73. الحرب طبعا اللي اتكلم عنها العالم كله وقالوا قد ايه المصريين فعلا ابطال وما بيقدروش ان هم يفرطوا في شبر واحد من ارضهم. تعال نشوف من ابرز الشهداء في حرب الاستنزاف، وطبعا دي معلومة إثرائية لازم نتكلم عنها، ولكن دي ما بتدخلش في الامتحان. الفريق أول عبد المنعم رياض. الراجل ده كان بطل عظيم جدا، استشهد هو والقوات بتاعته على خط الجبهة وهو بيدافع عن بلدنا. وعشان كده يعني عايز اقول لكم احنا عندنا هنا في القاهرة في ميدان كبير قوي موجود اسمه ميدان عبد المنعم رياض، وده موجود هنا جنب ماسبيرو، وده طبعا تخليدا لذكرى الراجل ده اللي هو عبد المنعم رياض اللي هو كان ابرز القادة اللي طبعا استشهدوا في حرب الاستنزاف. طبعا احنا معانا صورة ليه، تعال نشوفها كده. طبعا دي صورة كان متصورها مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اللي طبعا ايام النكسة كان موجود وكان بيحكم البلاد، ولكن في حرب اكتوبر 73 كان الرئيس السادات هو اللي بيحكم بلدنا. هنا طبعا اسرائيل بدأت تعمل مجموعة من التحصينات العسكرية. يعني ايه؟ عامل بالظبط يعني زي لما اسرائيل دخلت سينا، خدت الارض بتاعتنا وبدأت تعمل، يعني بص بقى تعمل ايه، خط اسمه خط بارليف وتحصينات كتير جدا. خط بارليف ده كان جبل عالي جدا محصن جامد جدا. طب تيجي نشوف مكانه فين، تعال نشوف نرسم رسمة مع بعض كده، رسمة يعني كاريكاترية كده لشبه جزيرة سيناء. تعالوا نشوف مثلا على سبيل المثال، لو انا قلت مثلا ده البحر المتوسط عندنا، تمام، وطبعا دي الدلتا اللي انتوا كلكم عارفينها، تمام، طبعا هي مش هتكمل للاخر، وده البحر الاحمر، ده طبعا انتوا عارفين ان ده خليج السويس وده خليج العقبة. طبعا مين الاطول، احنا عندنا خليج السويس اطول، ودي قناة السويس اللي هنتكلم عنها دلوقتي خلي بالك، وطبعا دي حدودنا مع دولة فلسطين العربية. طيب خلي بالك معايا وركز كويس جدا في الجزء ده. احنا عندنا اسرائيل اهي، دي اسرائيل اللي هي جت من الشرق من هنا ودخلت احتلت المنطقة اللي انا هعملها باللون الاحمر دي كلها. خلي بالك المنطقة دي كلها هي ارض سيناء الحبيبة، ارض الفيروز اللي تم احتلالها طبعا من اسرائيل في 1967. طيب اسرائيل تعمل ايه بقى في الوقت ده؟ عملت ايه اسرائيل؟ اسرائيل هنا راح جاي عاملة على الضفة الشرقية لقناة السويس جبل عالي جدا محصن قوي جدا، بدون طبعا دخول في تفاصيل قوي عن هذا الخط، بس عايز اقول لكم ان كانوا بيقولوا عن الخط ده اللي هو الجبل العالي ده على طول الضفة الشرقية لقناة السويس، ان ما فيش اي دولة تقدر ان هي تدمر الخط ده الا بقنبلة ذرية او قنبلة نووية. طب تيجي بصوا كده باللون الازرق، هحاول ان انا ارسم الخط ده، شايفين كده؟ شايفين الرسمة اللي انا عاملها دي؟ هو باللون الاسود اهو، شايفين الحتة دي كلها؟ ده اسمها خط بارليف. طيب خط بارليف ليه؟ عشان يمنع اي جنود مصريين ان هم يعدوا من قناة السويس
وبالتالي يدخلوا الى ارض سيناء. وهنا يا اولاد خلي بالكو، خط بارليف ده كان خط منيع، طبعا ده على حد كلامهم ان هم خط يعني جبل كبير جدا، خط قوي جدا، مفيش اي حد يقدر يعدي قناة السويس، لان لو حد حاول انه يعدي قناة السويس ويروح مش هيقدر ان هو يعدي من خط بارليف ويدخل ارض سيناء. ولكن احنا قدرنا ان احنا نعمل فتحات في هذا الخط طبعا اثناء حرب اكتوبر اللي هنتكلم عنها كمان شوية، وقدرنا ان احنا ندخل من الساتر الترابي العالي جدا جدا ده، وقدرنا ندخل الى سيناء. والكلام ده على فكرة كان حوالي في 6 ساعات. قدر السادات طبعا حتى هو في الخطاب بتاعه قال ان انا قدرنا ان احنا نعدي وندخل ارض سيناء ونعمل فتحة في خط بارليف والساتر الترابي في مدة لا تقل او لا تزيد تقريبا عن 6 ساعات. طيب تعال نشوف مع بعض كده، دي صورة لخط بارليف، وده يعني ده يعني زي كوبري كده عملته طبعا القوات المسلحة عشان تقدر ان هي تعدي من قناة السويس ويقدروا ان هم يروحوا هناك. طيب نبدأ بقى ونشوف اسباب الحرب بتاعتنا. اسرائيل دخلت عندنا بلدنا، احتلت سينا. يا اسرائيل ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده، احنا عايزين نقعد مع بعض ونعمل تسوية سلمية يبقى فيه سلام وتمشي من الارض اللي انت احتلتيها. موافقة؟ لا. رفضت اسرائيل مفاوضات التسوية السلمية تماما، واستمرت احتلالها للاراضي المصرية ولا العربية؟ لا، المصرية والعربية، لان هي بتحتل هنا في الاردن وبتحتل في سوريا وفي المناطق دي كلها، وبالتالي رفضت اسرائيل مفاوضات السلام. وهنا انور السادات الرئيس الراحل انور السادات قرر ان هو لازم يرجع الارض دي ولازم يرجع سيناء، لان هي خلاص هي رفضت كل مفاوضات السلام والتسوية السلمية. طيب تعال نشوف حاجة تانية، احنا من اسباب حرب اكتوبر ومن اسباب قيام هذه الحرب هو ايه؟ تحرير الاراضي العربية اللي هي احتلتها. خلي بالك احنا حاسين بالهزيمة، فاحنا عايزين نحرر الاراضي اللي موجودة دي اللي احتلتها اسرائيل في 67، وإزالة آثار العدوان. طيب رقم 3، إنهاء حالة لا حرب ولا سلم التي فرضت على المنطقة. احنا عايزين خلاص الدنيا تبقى تمام وما يكونش فيه أي مشاكل بيننا وبين أي دولة، بس نرجع أرضنا مرة تانية، احنا مش عايزين حد ياخد أرضنا كده بالإيه بالسهل، لا طبعا ما ينفعش. رد كرامة الجند المصري والعربي. خلي بالك احنا هنا الجند المصري والعربي شكلنا بقى وحش قوي قدام العالم. يعني ايه حد يجي او دولة تيجي تحتل ارضنا بالسهولة دي وكمان يدمروا الطيارات بتاعتنا والمطارات اللي موجودة؟ لا طبعا، ده احنا عايزين نرجع الكرامة بتاعتنا، كرامة الجند المصري وكمان كرامة الجندي العربي. وبالتالي من اهم اسباب حرب اكتوبر 73 هي رد كرامة الجندي المقاتل المصري والعربي. حاجة كمان مهمة قوي يا ولاد خلي بالكم معايا، لو احنا بصينا على الخريطة دي عايز اقول لكم على حاجة. لو في سفينة، تعال نشوفها مع بعض كده، لو في سفينة مثلا ماشية في البحر الاحمر اهي دي مثلا، ورايحة لخليج السويس عشان تعدي من قناة السويس وتروح البحر المتوسط لان اتجاهها في الوقت ده الى قارة اوروبا. طيب تفتكروا السفينة دي هتقدر تعدي من قناة السويس؟ سؤال، ينفع ولا لا؟ طبعا الإجابة هنا لا. ليه؟ لأن الجنب ده خلي بالك إسرائيل، والجنب ده القوات المصرية، والاتنين بيتخانقوا مع بعض. لو أي سفينة حاولت تعدي يا إما إسرائيل هتضربها يا إما القوات المصرية هتضربها. وهنا بقى يا طلابنا الشطار وقفت الملاحة في قناة السويس، ما بقاش فيه خالص ملاحة بحرية في قناة السويس. فكان من أسباب حرب أكتوبر إن احنا نرجع تاني الملاحة البحرية في قناة السويس. عشان كده احنا لازم نرجع أرضنا تاني، علشان لما سفينة تعدي من قناة السويس تبقى في شرق قناة السويس إدارة مصرية وفي غرب قناة السويس أيضا إدارة مصرية. لكن هنا صعب جدا اي سفينة تقدر تعدي، فوقفت الملاحة البحرية ومبقاش في سفن بتعدي من قناة السويس. وبالتالي تعال نبص مع بعض كده على الشاشة،
من أهم الأسباب هي إعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. طبعا دي صورة جميلة جدا للجندي المصري وهو بيقول لهم إن أنا يعني خلاص، على فكرة الصورة دي المفروض بعد الحرب أنا رجعت خلاص سينا مرة تانية لبلدنا، وكمان الكرامة بتاعتي خلاص رجعت، يعني رديت كرامتي، ما بقاش في حد يقدر ان هو يجي ويحتل الارض بتاعتي ويخلي شكل وحش قدام العالم كله. وبالتالي طلابنا الشطار، الحرب دي لما قامت ما قامتش بس على الجانب المصري فقط، لا ده كان في جزء تاني موجود من سوريا، هضبة اسمها هضبة الجولان. وعلى فكرة عملوا كمان هم، يعني اسرائيل كمان عملت هناك خط بس سموه خط ألون، وفي اوقات بيقولوا عليها خط ألوان. في المكان ده خلي بالكو، في المكان ده بدأت إسرائيل تبقى في النص بين إيه؟ بين القوات السورية وبين القوات المصرية. إسرائيل هنا هتبقى عاملة زي البرجر اللي هيتحط بين سندوتشين، خلي بالك في النص هنا عيش وهنا عيش وفي في النص برجر. إسرائيل هتتحط في النص بين سوريا وبين مصر، فالضرب هيبقى من هنا والضرب هيكون كمان من هنا، خلي بالك، ومين في النص؟ اسرائيل. طيب تعال نشوف مع بعض هنا، بعد ما تم التنسيق بين الجيش المصري والجيش السوري وبداوا ان هم يعدوا ويقووا نفسهم ويعملوا خطه للحرب دي بقى، ولكن في سريه تامه، تخيلوا يعني خطه حربيه قويه بقى لها كام سنه بيحطوها بين مصر وسوريا في سرية تامة، مفيش حد يعرف ان الحرب هتقوم امتى، ومحدش يعرف ان في تخطيط بين الاتنين، خلي بالك. وده طبعا كان من اسباب نجاح حرب اكتوبر اللي هنتكلم عنها كمان شوية. الصورة دي انا بعتبرها من الصور الرائعة اللي السادات واقف بنفسه وسط القادة بتوع الجيش بتوعه وبيبدأ يتكلم ويشرح والناس تقول له هنعمل ايه ويتدخل ويقول لا ندخل من هنا، طب نعمل كذا، طب الخطة دي كويسة، لا نرجع الخطة دي نعملها مرة تانية. فدي طبعا صورة قوية وتبين قد ايه هما كانوا جادين جدا ان هما يرجعوا ارضنا مرة تانية. على فكرة انا جايب لكم فيديو هفرجكم عليه كمان شوية عن حرب اكتوبر. طب تيجي نتفرج على الفيديو الاول قبل ما نبدأ ندخل في احداث حرب اكتوبر 73. نشوف مع بعض كده الفيديو، وهو يعني مدته مش كتير ولكن هو بيبين حاجات كتير قوي عن حرب اكتوبر. وطبعا في البداية بيظهر الرئيس السادات وهو بيتكلم عن الحرب وان خلاص قوات المسلحة تقدر ان هي ترجع حقها مرة تانية وترجع اراضيها اللي اتاخدت منها. تعال نشوف مع بعض كده الفيديو ونرجع تاني نكمل حلقتنا. يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. ولم يكن يخامرني شك في أن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67 ولم تكن أبدا من أسبابها. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة.
ورجعنا لكم مرة تانية طلابنا الشطار بعد ما اتفرجنا طبعا على فيديو عظيم عن حرب اكتوبر المجيدة اللي قدرنا في الحرب دي ان احنا نبين للعالم كله قد ايه احنا اقوياء ونقدر ان احنا نرجع ارضنا مرة تانية. طيب بدأت الحرب في الساعة 2 الظهر، خلي بالك 6 اكتوبر العاشر من رمضان، وبدأ السلاح الطيران المصري يعدي من فوق قناة السويس وبدأ يضرب المواقع المهمة جدا 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 في سيناء. العالم كله اتفاجئ، ايه ده بجد؟ فجأة العالم كله لقى ان في حرب الساعة 2 الظهر، وبدأت الطيارات المصرية تطلع والطيارات السورية، وتنضرب اسرائيل في مواقع مهمة جدا جدا عندها، وبدأ يحصل يعني خلل في التوازن في اسرائيل ومش عارفين يردوا ازاي الضربة دي. طيب هنا بقى القوات المسلحة عندنا قدرت، وزي ما انتم اتفرجتوا على الفيديو من شوية، ان هي تحدث يعني تقوم بضرب مواقع مهمة جدا جدا جوه اسرائيل وفي في سيناء، عشان نقدر ان احنا خلي بالك بقى نرجع الارض دي. فبدأنا نضرب ايه؟ نضرب الطيران الاسرائيلي اللي موجود في سيناء، بدأنا نضرب الطيران والجنود والدبابات اللي موجودة في سيناء التي توغلت في سيناء. تعال نشوف مع بعض، دي صورة للخبر من الأخبار في جريدة الأخبار، بيقول لك قواتنا تتقدم وتأسر وترد الهجوم المضاد. وطبعا هنا خلي بالكو القوات السورية بتتقدم هي كمان في الجولان، طبعا ده الخبر ده قديم جدا جدا جدا، الأخبار القديمة. طبعا القوات المسلحة كمان من البطولات اللي عملتها ان هي قدرت تزيل الساتر الترابي اللي موجود عندنا، وبدأ الجيش المصري يعبر قناة السويس، وبدأ ان هو يعمل فتحة كبيرة او فتحات كبيرة في الجبل اللي موجود او الخط اللي موجود ده، وقدرنا ان احنا نعدي منه وقدرنا نوصل الى سيناء. طبعا دي صورة جميلة قوي للجنود المصريين في الحرب، وطبعا دي بتبقى مراكب كده بتتنفخ هواء عن طريق المواتير الكبيرة دي عشان تقدر ان هي تحمل الجنود ويعدوا من قناة السويس، يعدوا من الضفة الغربية لقناة السويس الى الضفة الشرقية. ايضا برضو خبر في الاهرام، قواتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف، وده طبعا من العناوين الرئيسية الاساسية اللي كانت موجودة في الوقت ده. تم تحطيم تحصينات خط بارليف وارتبك العدو زي ما قلت لكم من شوية، وبدأ ان هو يفقد السيطرة على القوة بتاعته. وهنا كان العرب ليهم دور كبير جدا، هنتكلم عنه كمان شوية، ان هم ساعدونا كمان ووقفوا معانا وقدروا ان هم يمنعوا تصدير البترول لامريكا والدول اللي بتساعد اسرائيل، ولكن دي هنتكلم عنها يعني كمان شوية. طبعا دي صورة جميلة قوي للساتر الترابي الكبير جدا، واحنا بعد ما احنا قمنا بازالة او الساتر ده او عملنا فتحات فيه عن طريق استخدام مضخات المياه، المضخات اللي هي عاملة زي الخرطوم بتاع المطافي كده، بس طبعا بيبقى اقوى جدا، فقدر ان هو طبعا نعمل يعني فتحات في هذا الجبل، وقدرنا ان احنا نعدي من غرب القناة الى شرق القناة. الدول الكبيرة تدخلت وقالت الحقوا اسرائيل هتتدمر، وهنا تدخلت الدول الكبيرة جدا وصدر قرار مجلس الامن رقم 338 بوقف اطلاق النار، ووافقت عليه مصر واسرائيل. خلي بالك هنا مجلس الامن هنا هو المسؤول عن الامن في دول العالم، وبالتالي لما الدول الكبيرة تدخلت زي الولايات المتحدة الامريكية، ايه اللي حصل؟ قرر مجلس الامن وعمل قرار واصدر قراره رقم 338 بوقف اطلاق النار على الجبهتين المصرية والاسرائيلية. في القرار ده، وخلي بالك من الحتة دي، ركز في الجزء ده، التزمت مصر بالقرار ولكن لم تلتزم اسرائيل. هنا التزمت مصر بالقرار واسرائيل لم تلتزم. طب ازاي اسرائيل ما التزمتش بالكلام ده؟ الدليل هنا ان هي حاولت تقتحم مدينة السويس ولكنها فشلت. فشلت اسرائيل في اقتحام مدينة السويس، وده طبعا بسبب ان الشعب قدر ان هو يقف مع القوات المسلحة ضد اسرائيل. وهنا في سؤال مهم جدا هنقوله دلوقتي، ولكن نشوف الصورة طبعا دي من موقعة اللي حصلت في السويس، واللي وقف
الشعب المصري جنب القوات المسلحة ضد إسرائيل في الوقت ده. تعال نشوف الصورة مرة تانية، وطبعا دي دبابات إسرائيلية تم تدميرها في المكان ده. السؤال بقى بما تفسر، وده سؤال مهم جدا، فشلت إسرائيل في اقتحام مدينة السويس ليه؟ إيه السبب؟ طبعا الإجابة عندنا هتكون بسبب تعاون الشعب المصري مع القوات المسلحة في الدفاع عن المدينة الباسلة. عشان كده يا ولاد خلي بالكم، ظهر قوة الشعب المصري وظهرت إرادة المصريين، وإزاي لما بيصمموا على حاجة بيعملوها. وهنا مش القوات المسلحة فقط هي اللي وقفت ضد إسرائيل لما حاولت إن هي تقتحم مدينة السويس، لأ خلي بالك ده الشعب كمان وقف مع القوات المسلحة. هنا بقى مجلس الأمن أصدر القرار رقم 2، أو القرار رقم 2 بالنسبة لنا، لكن هو رقم 340. طب القرار الأول كان إمتى؟ 338، خلي بالك. طب القرار الثاني 340، وده نص على وقف إطلاق النار وكل الأعمال الحربية بين الطرفين، وكل واحد يرجع للمكان اللي هو فيه، وهنا هيتم إنشاء قوة دولية للمراقبة. يعني هنا انتوا يا مصريين هترجعوا للمكان بتاعكم قبل ايه؟ للمكان اللي انتوا كنتوا فيه قبل يوم 22 اكتوبر 73. طيب، وهيبقى فيه قوة دولية موجودة عشان تقوم بمراقبة ذلك. وانتهت الحرب طلابنا الشطار يوم 28 اكتوبر 1973. بدأت الحرب 6 اكتوبر وانتهت يوم 28 اكتوبر 73. وهنا خلي بالكوا طلابنا المتميزين والمتفوقين، لازم نفكر كويس قوي. هنفكر ازاي وهنفكر في ايه؟ خلي بالك بعد ما انتهت الحرب هيبدا الفريقين يقعدوا مع بعض، الفريق المصري والفريق الاسرائيلي. خلي بالك هي مش كره قدم، لا، الفريقين اللي اقصده الجيش ده خلاص مفيش حرب، وهنا مفيش حرب. طيب والقادة هنا والقادة هنا هيقعدوا مع بعض عشان يقدروا ان هم يتوصلوا الى حل. طيب تعال نشوف مع بعض كده. بدأ فعلا من بعد يوم 28 اكتوبر 1973، واجتمع الفريق المصري والاسرائيلي وبدأوا ان هم يعملوا مباحثات السلام بينهم وبين بعض. دي صورة، تعال نتفرج مع بعض كده عليها، للأسرى الاسرائيليين اللي تم طبعا تم اسرهم في حرب اكتوبر 1973. طيب هنا بقى في اسباب كتيرة حصلت لنجاح حرب اكتوبر 73. ما هو الحرب دي احنا انتصرنا فيها، لان كان ليها اسباب، وفي حاجات معينة كانت موجودة ادت الى نجاح هذه الحرب وانتصارنا في الحرب دي، وادت الى طبعا اعادة واسترداد ارض سيناء مرة تانية لبلدنا الحبيبة. طيب تعال نشوف ايه اللي كان موجود، ايه الاسباب اللي خلت احنا ننجح في حرب اكتوبر وننتصر على الاسرائيليين. تعال نشوف مع بعض كده على الشاشة. اول عامل من عوامل نجاح حرب اكتوبر هي الخداع الاستراتيجي، احنا خدعناهم. وطبعا الخداع الاستراتيجي دي محتاجة حلقة كاملة اتكلم عنها، وهم قد ايه هم كان عندهم خطة وخدعوا بيها اسرائيل وخدعوا العالم كله. العقيدة القتالية، خلي بالك ده برضو احد عوامل نجاحنا في حرب اكتوبر. ثلاثة، التدريب المستمر، مفيش راحة، في تدريب بشكل يومي مستمر. ليه؟ عايزين نرجع الارض اللي اتاخدت دي، مش هينفع. التعاون العربي اللي هنتكلم عنه دلوقتي، الدول العربية وقفت معانا، طيب عملت ايه؟ ساعدتنا بالجنود وبالفلوس، وكمان منع تصدير البترول وهنتكلم عنها دلوقتي للدول اللي بتساعد اسرائيل. السرية التامة من غير ما حد يعرف، دي كانت سرية لدرجة ان الدول الكبيرة باجهزتها بقى التجسسية والاستخبارات الامريكية والاسرائيلية ما عرفتش ان في اصلا حرب هتحصل يوم 6 اكتوبر، تخيلوا. اخر حاجة طبعا موجودة عندنا هي قوة الايمان بالله سبحانه وتعالى، ويعني احنا طبعا ده درس مهم جدا لازم ناخد بالنا، ان كل الجنود هنا كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومؤمنين بالنصر، ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعدهم ويوفقهم ويقدروا ان هم ينتصروا ويرجعوا بلدهم ويرجعوا سيناء طبعا لبلدهم الجميلة. طيب تعال نشوف المعلومة الاسرائيلية دي، هي فعلا
اجتمعت بعض الدول العربية المنتجة للبترول، لأن طبعاً البترول كان سلاح قوي جداً في الحرب دي. طب إزاي؟ الطيارات بتمشي بالبترول، الدبابات، العربيات، المدافع، حاجات كتير قوي قوي بتشتغل بالبترول اللي هو بالبنزين أو الجاز السولار، الحاجات دي كلها. طيب في الوقت ده كانت الدول العربية بتصدر البترول لأمريكا وإسرائيل ودول تانية. هنا منعت الدول العربية تصدير البترول لأمريكا والدول اللي بتساعد إسرائيل في الحرب، فبدأ إيه؟ بدأ يحصل عجز في الإيه؟ في مصدر الطاقة ده اللي هو البترول، وده كان سلاح قوي جدا استطاعت مصر إن هي تستخدمه أو العرب إن هم يستخدموه كسلاح في هذه المعركة. طبعا دي يعني كان منشط في جريدة من الجرائد بيقولك وقف تصدير النفط السعودي إلى أمريكا، السادات أعلم مسبقا والقوات السعودية تقوم بهجمات ناجحة في الجولان. فطبعا هنا ما مش خلاص يعني منعوا تصدير البترول طبعا لأمريكا والدول اللي بتساعدها. وهنا طبعا يعني العرب حسوا فعلا ان او الدول التانية الدول الصناعية الكبيرة قوي حسوا فعلا العرب دي قوة لا يستهان بها في هذه المعركة. هذه هي معلومة إسرائيلية احنا جبناها عشان نفهمك بس أثر التعاون العربي واستخدام سلاح البترول في هذه الحرب. طيب عرفنا الأسباب وعرفنا الأحداث واتفرجنا على الفيديو، طب تعال نشوف بقى ايه النتيجة المترتبة على حرب أكتوبر سنة 1973. بعد ما حصلت الحرب وانتهت الحرب في الوقت ده يوم 28 أكتوبر، كان في حاجات كتير قوي قوي كانت نتائج لهذه الحرب. وزي ما قلنا قبل كده لما اقول النتائج المترتبه لازم على اي معركه او اي حرب اقول مين اللي فاز ومين اللي اتهزم. هنا انتصرت القوات المصريه والقوات العربيه على اسرائيل واتهزمت اسرائيل واسترجعت او تم استرجاع سيناء مره ثانيه. طيب نشوف اول سبب موجود عندنا، كسر حاجز الخوف واستعاده الشعب المصري ثقته بنفسه. احنا كنا خايفين؟ لا خلاص احنا كسرنا الحاجز ده. اسرائيل كل شوية تقولك احنا عندنا جيش قوي جدا، ده احنا عاملين خط بارليف والساتر الترابي ده، خط بارليف ده يعني خط منيع جدا ما فيش دولة تقدر تعديه. فده طبعا يعني بتخلي عندنا في نفوسنا ان احنا قلقانين خايفين، ولكن الحرب دي كانت من نتائجها كسر حاجز الخوف ورجعت او استعاد الشعب المصري ثقته بنفسه مرة تانية بعد الانتصار. طبعا صورة تاني والجندي المصري الجميل ده، تعال نشوفها مع بعض كده على الشاشة، بيقولك خلاص رفع علامة النصر اهو، بيقولك احنا انتصرنا مفيش دولة تقدر تقف قصادنا، خلي بالك رجعنا سينا مرة تانية ومفيش اي دولة هتقدر ان هي تأثر عليه. تغيير نظرة العالم للجيش المصري، خلي بالك الجيش المصري، وانبهاره بأدائه العسكري تخطيطا وتنفيذا. وفي الجزء ده او في النتيجة دي انا ممكن اتكلم كتير جدا. ليه يا مستر؟ لان العالم كله بعد ما كان شايف ان اسرائيل هي القوة الكبيرة في الوقت ده وهي قدرت ان هي يعني تحتل فلسطين وتحتل مصر وتحتل جزء من سوريا وجزء من الاردن، المنطقة دي كلها تحت سيطرة اسرائيل. لا العالم بعد ما بص النظرة دي وشايف النظرة دي ان اسرائيل قوية واحنا ضعاف، لا ده تم تغيير نظرة العالم للجيش المصري، اتغيرت خلاص. العالم قال ايه ده؟ لا ده المصريين جامدين، ده الجيش المصري قوي، ده التخطيط بتاعهم قوي جدا، احنا ما كناش نعرف ان هيبقى في حرب، ده هم بيقدروا ان هم يشتغلوا في سرية تامة، يقدروا يخططوا وينفذوا بشكل قوي جدا، ده قدروا ان هم يرجعوا سيناء مرة تانية بخبطتين تلاتة. خلي بالك ما هو ده اللي حصل، اتغيرت نظرة العالم للجيش المصري وانبهروا. عارفين كلمة انبهار دي اللي انت واقف كده قدام ايه ده؟ واو ايه ده اللي بيحصل ده؟ فعلا هم قدروا يعملوا كده؟ اه قدروا ان هم يعملوا كده. فطبعا انبهروا باداء الجيش المصري العسكري وتخطيطا وتنفيذا. طيب طبعا دي صورة بقى مجمعة يعني الرئيس السادات كده وهو واقف
عامل التحية العسكرية كده، والجيش المصري واقف، وطبعا في هنا طيارات وده، يعني هي صورة بتلخص الحرب ونتائج الحرب بعد كده، وطبعا علم مصر الجميل الذي يرفرف على كل شبر في أرض سيناء من هذا الوقت إلى وقتنا الحالي. في كمان من النتائج المترتبة على حرب أكتوبر 73 هي القضاء على أسطورة التفوق المطلق للجيش الإسرائيلي، الجيش الذي لا يقهر. هما كانوا بيقولوا كده، يعني خلي بالكم إسرائيل بتقول إن إحنا جيش لا يقهر، يعني مفيش حد يقدر يقف قصادنا. ماشي أوكي. طيب إحنا بقى بعد الحرب دي، وبعد ما قدرنا إن إحنا نرجع سيناء ونديهم على دماغهم في المكان ده، وقدرنا ان احنا نرجع ارضنا، بنقول لهم انتوا الجيش بتاعكم يقهر وبسهوله جدا، بسهوله شديده جدا. لان احنا خططنا كويس، عندنا ايمان بالله، العقيده القتاليه عندنا قويه. خلي بالك دول كلها واقفه معانا، الدول العربيه واقفه معانا وبتساعدنا وتقف جنبنا، احنا نقدر نرجع ارضنا، نقدر نقف قصادكم. الجيش اللي بيقول الذي لا يقهر ده، لا، ده انت هتقهر وهتقهر وهيتم قصر جنودك كمان. خلي بالك من الحتة دي، القضاء على أسطورة التفوق المطلق للجيش الإسرائيلي. شايفين نفسهم أقوياء، شايفين نفسهم الأسلحة بتاعتهم قوية جدا، وبالتالي هم ايه، خلي بالك، بيطلقوا على نفسهم الجيش الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يقهر. ولكن احنا طبعا ضيعنا المقولة دي، ويعني بيناه انهم قدام العالم يعني كلام بس. يلا نشوف النقطة اللي بعد كده. استعادت مصر دورها الرائد في المنطقة العربية. ارجع بقى تاني، ها، تبقى دولة قوية لها زعامة على العالم العربي، لها دور كبير في المنطقة العربية، تقدر تساعد الدول العربية ان هي تحصل على الحرية والاستقلال من اي ثورة من الثورات او في اي احتلال من الاحتلال. هنا نقدر ان احنا نرجع مرة تانية نقف ضد اي دولة تقدر ان هي تاخد اي جزء من اراضي العربية عندنا. وبالتالي خلي بالكو رجعت مصر دورها مرة تانية، رجع دورها القوي، واصبحت الزعيمة، او يعني هي القائدة للزعامة العربية للدول العربية كلها. طيب ظهور اهمية التضامن ووحدة الصف العربي، وهنا طبعا ده بيبان جدا من ايه، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي، ان الدول العربية قالت احنا هنساعد مصر وهنساعد الدول زي سوريا وزي فلسطين وزي الاردن. ليه؟ عشان ياخدوا حقوقهم. فظهر هنا أهمية التضامن. هو يعني إيه التضامن؟ يعني التضامن إن هما يقفوا جنب بعض ويبقوا متضمنين قضية واحدة، ويقدروا إن هما يسيطروا على العالم في الوقت ده. طيب نرجع بقى السبب اللي إحنا اتكلمنا عنه من شوية، وهو يعني كان من الأسباب عودة الملاحة بقناة السويس. من شوية قلنا عودة الملاحة، إحنا عايزين نرجع الملاحة مرة تانية، واتفرجنا على الخريطة اللي أنا رسمتها لكم، وبينا إن السفن اللي هي ما كانتش قادرة تعبر قناة السويس، تعدي من خليج السويس تروح هنا الى البحر المتوسط عشان تكمل، لا، المرة دي بقى، المرة اللي فاتت عملت اكس غلط، لكن المرة دي قدرت السفن دي اهي، هنعملها بقى باللون الاحمر عشان تبقى واضحة، ان هي تمشي في قناة السويس او خليج السويس هنا، وتمشي في قناة السويس وتوصل للبحر الايه، المتوسط، وبالتالي تقدر توصل الى اوروبا او اي دولة تانية. معنى الكلام ده ان عادت الملاحة اهي بقناة السويس، بقناة السويس، بس خلي بالك المرة دي بقى ايه، تحت السيطرة المصرية الكاملة. من شوية قلنا، ها، خلي بالك من شوية قلنا ايه، مفيش سفينة تقدر تعدي من قناة السويس، لان هنا في اسرائيل وهنا في مصر. لكن المرة دي بعد ما الحرب ما خلصت، بدأت الملاحة المصرية ترجع مرة تانية، وخلي بالك بدأت السفن ترجع وتمشي في قناة السويس وتدفع طبعا الرسوم والضرائب، وبدأ دور قناة السويس يرجع مرة تانية. شوفوا مع بعض كده على الشاشة عودة الملاحة المصرية، او عودة الملاحة بصفة عامة بقناة السويس تحت السيطرة المصرية الكاملة، وده طبعا
في يونيو 1975. طبعا دي صورة للملاحة التي توجد في قناة السويس، السفن اللي ماشية في قناة السويس. وعايز اقول لكم يعني اهل مدينة السويس وبورسعيد والاسماعيلية شايفين كويس وعارفين قد ايه حجم السفن وحجم الملاحة اللي هي بتمر من عندهم من قناة السويس. يعني الطلبة طلابنا الشطار اللي هم عايشين في بورسعيد وعايشين في السويس وعايشين في اسماعيلية وفي البحر الاحمر كمان، عارفين كويس قوي قد ايه حجم السفن. يعني انا رحت مرة هناك واتفرجت على السفن وهي بتعدي من قناة السويس، واحنا بنعدي من فوق حاجة اسمها المعدية من فوق قناة السويس، كمية سفن وكمية بضائع وحجم تجارة رهيب في المكان ده. طيب نشوف مع بعض حاجة تانية. توقيع اتفاقية السلام. وهنا الاتفاقية دي هي معاهدة بين مصر واسرائيل، وده كان في مارس 1979. الاتفاقية دي اتعملت علشان نرجع الاراضي المحتلة في سيناء عن طريق المفاوضات بيننا وبين اسرائيل. خلي بالكو اتفاقية السلام، اتفاقية السلام سنة 1979 كانت بين مين ومين؟ بين مصر وبين اسرائيل، وبرعاية مين؟ خلي بالك برعاية الولايات المتحدة الامريكية. تدخلت الولايات المتحدة الامريكية، نرجع نشوف الصورة مع بعض تاني في النص كده، ادي الرئيس الامريكي، وتدخل بين، خلي بالك، الطرف المصري والطرف الاسرائيلي. هو واقف بينهم هما الاثنين اهو، قاعد بينهم والسادات طبعا على يمينه، وبيعملوا معاهدة اسمها معاهدة السلام سنة 1979 علشان طبعا نرجع اراضينا اللي تم احتلالها في سيناء، وده عن طريق المفاوضات. خلاص على فكرة السادات راح لحد عندهم وقال لهم، هو عمل زيارة لاسرائيل وراح في الكنيست الاسرائيلي عندهم وقال لهم انا جاي لكم وانا منتصر وبقول لكم انا ايدي اهي بمد ايدي للسلام وعايز يكون في سلام بيني وبينكم. الراجل ده بطل، وحتى احنا دايما في التاريخ بنقول عليه بطل الحرب والسلام. انتصر على اسرائيل، وعايز اقول لكم يعني لقنهم او لقنهم درس ما ينساهم، يعني ما ينسوش الدرس ده طول حياتهم. وعلى الرغم من كده، وبعد ما رجع ارض سيناء، خلي بالك، راح لهم وقال لهم انا جاي عشان اعمل معاكم معاهدة سلام. يعني انا جاي، انا خلاص انتصرت عليكم وبقول لكم تعالوا نعمل معاهدة سلام مع بعض. تعالوا نشوف الصورة مرة تانية اهي، دي طبعا صورة من معاهدة السلام سنة 1979. وهنا السادات طبعا بيقول له خلاص احنا يعني عدت المرحلة دي، خلاص احنا عايزين يكون في بيننا سلام. وفعلا تم الاتفاقية سنة 1979 ورجعت سيناء مرة تانية لينا. كده طلابنا الشطار احنا خلصنا درس النهاردة اللي كان بعنوان حرب اكتوبر سنة 1973. الحلقة الجاية ان شاء الله هنخلص المنهج باذن الله رب العالمين. عندنا اخر درس هو ثورتها 25 يناير طبعا و30 يونيو 2013، وبكده هنبدأ فترة المراجعات. في الفترة دي عايز انصحكم نصيحة مهمة جدا، لازم تجيب كتاب المدرسة، وبعد ما بتذاكر كل درس تاخد التدريبات اللي موجودة بعد كل درس من الدروس، وتبدأ تجاوب هذه التدريبات وتحلها. السؤال اللي يقف معاك لازم تسأل فيه المدرس بتاعك، او تسأل فيه او تخلي بابا او ماما يساعدك في البيت علشان تقدر ان انت تفهم السؤال ده. سؤال وقف معاك جامد جدا، استنى في الحلقات المراجعة بتاعتنا، لان دي طبعا بتكون على الهواء مباشر طبعا هنا من ماسبيرو. واي سؤال يقف معاك كلمنا على رقم البرنامج اللي بيظهر في بداية كل حلقة، واحنا ان شاء الله نقدر ان احنا نوجهك صح ونقولك على الاجابات السليمة والاجابات الصحيحة. لازم نحل تدريبات كويس قوي، بلاش موضوع ان احنا نذاكر بس وما نجاوبش او ما نحلش تدريبات. لازم نحل تدريبات بصفة مستمرة وتدريبات متنوعة، ونركز كويس جدا، لان نسبة كبيرة جدا 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 من الامتحان بتيجي من التدريبات اللي موجودة ورا كل درس من الدروس.
خلي بالك كده. طبعا طلابنا الشطار احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اللي كانت بعنوان حرب اكتوبر 1973، ودي طبعا درس يعني عايز اقول لكم انا بكون سعيد جدا وانا بشرح الدرس ده، لانه بيبين قد ايه احنا كمصريين اقوياء ونقدر ان احنا محدش ياخد حاجة مننا الا طبعا بمزاجنا يعني، لكن طبعا مش هنقدر نفرط في شبر واحد في ارضنا، ولا نقدر نفرط في سيناء الحبيبة، ولا نقدر نخلي اي دولة تيجي تحتل اي شبر من اراضينا المصرية. طلابنا الشطار اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله مع درس جديد واخر درس من دروس التاريخ عندنا. كده خلصنا الجغرافيا خلاص وخلصنا التاريخ، فاضل درس واحد ونبدأ ان شاء الله بعد ذلك حلقات المراجعات. اتمنى النهاردة تكونوا استمتعتوا وتكونوا كمان استفدتوا من حلقة النهاردة التي كانت بعنوان حرب اكتوبر، ونشوفكم الاربع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد الساعة 4، والى اللقاء مع حلقة اخرى باذن الله الاسبوع القادم.